وادي كمان طارق فاكس من قبله مريم. طب وايه؟ يعني مفضلش غيرنا انا وانت يا معتز. طب انا فضيت، حتى السيجاره مش طايق ريحتها. طب خلاص قوم اتلحلح، شوف اي فوق انجز لنا بيه. يعني الافواج دي قاعده متلقحه مستنياني في الشارع تحت البيت؟ ما انت شايف الساحه متهببه ازاي؟ جيبهم لك منين انا دول؟ روح شوف بيجيبهم من انهي داهيه. يوه، هو اشمعنى انا اللي لازم اقضي كل مره؟ ما تنزلي انت. على فكره انا مؤمن بالمساواه، ما دام الست بتسف زي الراجل يبقى تنزل تقضي زي الراجل. خلاص يبقى نقوم مع بعض بقى. اطلع اطلع.